السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعضاء وزوار قناة أسعار السيارات باليوتيوب. اليوم عندنا تكملة تغطية معرض بريدة بالرياض، معرض النسيم فورد إكسبيديشن XL1 2016 الدفعة الثانية، خليجي طبعا، بريمي، غير أوتوماتيك، أسود اللون، قزاز كهرب دبل، كاميرا خلفية، مراتب مخمل وريموت، كشافات ضباب جنوط، وكاميرا خلفية ومكيف خلفي وتحكم بدركسون وبلوتوث ومثبت سرعة. 122 السعر 122 ألف. راح أكمل لكم الحين. 123 هذا نص فل ولا فل؟ لا دبل دبل بس ستاندر يعني. هذا ستاندر ها؟ ستاندر هذا. هذا حق تشغيل الانوار وزر التحكم بالدركسون. تعال اسماعيل اسماعيل هات مفتاح هات مفتاح. ستاندر 122 اكسبيديشن اكسبيديشن. هذا الدبل فيه دبل زر تحكم المكيف، وهذه شاشة صغيرة، وعندك الجير هنا ترجع حق الكوار. في مدخل حق USB هنا، في حق كواب من ورا، افتح لي العدادات ها، خلي سويت شغال. تحكم بالمكيف ورا، اسماعيل ما يبغى شغل سيارة أنا بس إيه، ما يبغى شغل شغل عداد بس، هذا يسوي ستارت بدون دعس فرامل. هذا 6 سلندر صح؟ مية واثنين وعشرين ولا 123؟ 122 ستاندر دبل. هذا جزيرة ولا توكيلات ولا خليجي؟ خليجي ها؟ تأكد تأكد سلي فات وخليجي ولا يا خليجي ولا أي هذا خليجي؟ ها؟ ها؟ خليجي هذا خليجي ها؟ خليجي صح؟ خلاص شيل المفتاح. وهذا الاكسس وش خليجي؟